يمكن بهذا الوقت كثير من الناس صارت عم بتعاني من أعراض موسمية، وهي الأعراض الموسمية بتتشابه بعضها مع أعراض فيروس كورونا، إن كان من نزلات البرد اللي ممكن تيجي أو من طبعا أعراض ضربة الشمس اللي ممكن تصيبنا من ارتفاع درجة حرارة أو إسهال أو شعور بالوهن العام بسبب جلوس لفترات طويلة أو المشي أثناء طبعا درجات الحرارة المرتفعة. إمتى نحن بنحس إنه نحن عنا أعراض موسمية وبنفرق بينها وبين الأعراض اللي ممكن تكون هي إشارة لإصابتنا بفيروس كورونا، وكيف ممكن نحمي حالنا؟ طبعاً هي تفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع ضيفنا دكتور جان شاهين، اختصاصي صدرية في مشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعاً. يسعد صباحك دكتور. يعني يمكن من أكثر الأسئلة اللي بتتوجه لكم كأطباء أنه هي أعراض كورونا ولا أعراض غريب مثلا أو تحسس موسمي مثل ما بعض الناس هلأ بيعانوا منه. خلينا نعرف، هل توضحت أعراض الكورونا؟ يعني دائما شيء شبيهة بالغريب أو بالرشح اللي عم كنا نعاني منه، لكن في مدة محددة يمكن أثبتتها الدراسات العلمية. خلينا نعرف منك، في هيك دراسة جديدة وضحت الأعراض الخاصة لفيروس كورونا؟ يسعد صباحكم، بشكركم كثير على هالموضوع اللي عم تحكوا فيه، لأنه هو كل يوم عم نتطرق له، كل يوم العالم عندها صار هاجس من هذا الشيء. يعني هل الأعراض اللي عم حس فيها هي أعراض طبيعية سبب تحسسي أو سبب ضربة شمس أو سبب قريب عادي مثل ما بيقولوا له بالعامي قريب الصيف بيكون صحيح. قاسي بالعادة. طبعا أعراض تقريبا حيز ما هي متقاربة لكل هي، ما في حد فاصل بين الكل. طبعا أعراض كورونا هي منقول هي دائما منقول بتجي أشد، بس نحن اللي عم نشوفه بالواقع هو شيء تاني. كورونا عم يعملنا طيف واسع من الأعراض، عم تختلف من شخص لشخص، عم تختلف بين شخص لشخص أولا طبعا، وعم تجي بنسميها بشكل تحت حاد. يعني مريض الكورونا دائما عم يجي عم يبلش الاعراض بشكل مبهم، يعني مثلا عم يعطينا اول شيء تعب، وهن عام، الام مفصليه، ممكن دائما المريض بيربطها مثلا طلعت بالشمس، مثلا شربت مي بارده وجعني حلقه، ببلش وجع حلق، ببلش شويه حراره، بيقول لك هي هذا قريب، انا كل سنه بقرب مثل هذا القريب. تمام. طبعا ما في حد فاصل بين كل شيء وثاني، ولكن بشكل عام اعراض كورونا دائما بتبلش بسيطه وقد تبقى بسيطه وقد تتطور. اعراض الجريب الموسمي او التحسسيه دائما رشح خفيف، ممكن تترافق مع ارتفاع درجات حراره، ممكن لا تترافق مع درجات حراره. ضربه الشمس ناتجه عن مثل ما بنعرف تعرض لدرجات عاليه من اشعه الشمس لفتره طويله، قد تسبب حراره ل40 مع تعب ووهن عام، قد تسبب اعراض كمان مبهمه، تكسير بالجسم مثل ما بنقول، وجع مفاصل، وجع عضلات. طبعا هي الاعراض نظريا، بينما عمليا نحن دائما في صعوبه بالتفريق بين هي الاعراض كلها، ولكن نحن مثل ما بنقول لكل مريض نحن في فتره جائحه. تمام. فاي اعراض مشتبهه من ضمن هي الاشياء الاربعه سواء تحسس او قريب عادي او ضربه شمس او كورونا، نحن حاليا رح نعتبره كورونا لسبب واحد، مشان نحد من انتشار العدوى. كل الاسباب الثانيه هي مثلا القريب معدي ولكن ليس بدرجه كورونا وليس بخطوره فيروس كورونا. فنحن اي اعراض مبهمه سواء اعراض تنفسيه، اعراض هضميه مبهمه، ترفع حراري، الام مفصليه، تعب عام، اعراض بنسميها مبهمه، المريض مو قادر يعبر، حاسس شيء غلط بجسمه بس مو قادر يعبر، نحن مبدئيا رح نعتبرها مبدئيا هي اعراض كورونا ونراقب. مراقبه تبدا اولا بعزل المريض، عزل المريض، المريض يعزل حاله بالبيت، يشرب سوائل. طبعا كل هدول الاسباب علاجها هو عرضي، علاج للاعراض. فمبدئيا بنعزل المريض بالمنزل، بنقول له يشرب سوائل كميه منيحه، خافضات حراره اذا في حراره، علاج للاعراض التنفسيه بشكل بسيطه اذا كان في اعراض تنفسيه، وبالنهايه بدنا نراقب ونشوف نحن حسب المراقبه يتبين معنا تسلسل الاعراض اللي عنده. اكيد دكتور، يعني مثل ما حكيت في كثير هلا خلط عم بيصير بين الاعراض، ان كان لنزله البرد اللي هي بالصيف ممكن تيجي او لحتى ضربه الشمس، ولكن بالعموم الجو العام ومع ارتفاع درجات الحراره في اشخاص مجرد ما يمشوا لفتره طويله بالشارع بيرجع بحس حاله عنده لهته، تعبان، غابب عقلبه مثل ما بنقول بالعاميه، راسه عم يوجعه. هي الاوقات هذا حاله الوهن ممكن تكون مرور الكرام، يعني تمر لساعات ليوم،
كيف انا بقدر ميز انه هي الحاله مؤقته، هي بسبب مجهود انا سويته مع درجات الحراره، ما ارتعب واوهم حالي انه انا معي كورونا وبلش اخذ ادويه؟ طبعا هلا مثل ما قلت لك الفصل واضح بين كل مرض وثاني صعب، لانه مثل ما قلت لك عم نشوف بالكورونا دائما المرضى عم يربطوها انه طلعوا بالشمس، ارتفعت درجه حرارتهم، تعب عام. طبعا تسلسل الاعراض نحن عم نشوف انه عم يتطور، عم يصير كورونا. تمام، هو طبعا ربط بالصدفه صار انه طلع بالشمس وصار هيك. فنحن مثل ما قلت لك اي مقادرين معنا مقادرين كورونا لحتى مقادرين العكس. تمام، مقادرين نفصل 100% بين كل عرض وبين كل مرض ومرض ثاني بالاعراض تبعه. والمسحات حاليا ما الاعراض الخفيفه ما أنا متوفره للعموم بشكل عام. تمام، فنحن مثل ما قلت لك اي اعراض بنقول للمريض خلينا نكون حذرين. اذا راحت الاعراض خلال اليوم مثلا، خلال ساعات بعد وقت شرب سوائل وقت ارتاح بالبيت وهيك، فهي غالبا اعراض بسيطه ناتجه عن خروجه بالشمس. مو مطلوب مثل ما قلت لك، مو مطلوب الهلع، مطلوب شويه انتباه فقط لا غير. نعم دكتور، يعني يمكن في فتره معينه كمان هي بتسموها فتره الخطر، يعني اغلب الجريب او مثلا الامراض الموسميه باسبوع تقريبا بتخف الاعراض، بيرجع الشخص طبيعي ومعافى. بالكورونا بيقولوا لنا 14 يوم للتعافي، فهل ممكن اي شخص ممكن يشعر باعراض اذا بعد اسبوع ما تعافى او حس باشتداد الاعراض يكون كورونا؟ وكيف في هلا مثلا ياخذ استشاره طبيه، يعني انه الادويه الممنوعه اللي صار الكل بيعرف انه باراسيتامول هو السيف، يعني هو السيف السيف لاين. تمام، هلا مثل ما قلنا عموما الجريب مثل ما قلنا ممكن بين 4-5 ايام لاسبوع يتم التعافي. بس مثل ما بنرجع بنقول دائما الكورونا عنده طيف واسع من الاعراض، يعني نحن دائما ضمن العائله الواحده مريض كورونا تشخص بالمسحه، بنشوف ضمن العائله الواحده، بنشوف مثلا ابنه صار عنده رشح خفيف لمده يومين ثلاثه وتحسن، زوجته صار عندها الام مفصليه وتعب حراره 5-6 ايام وتحسنت، واحد ثاني من العائله صار عنده اعراض شديده لمده 14 يوم وتحسن. فعندنا طيف واسع من الاعراض. فبنرجع بنقول مثل ما قلت لك بفتره الجائحه، دائما بفتره جائحه الفيروس نحن حاليا بيقول لنا المريض انا متعود هاي السنه يصير معي قريب. نحن ما اختلفنا ممكن يكون قريب، تمام، بس نحن حاليا الانفلونزا بالصيف غير شائعه، يعني ما بتصيب نسبه واسعه من العالم. نحن بفتره جائحه لفيروس كورونا، فاي اعراض مشتبهه، رشح حتى لو رشح خفيف مع ارتفاع حراره مع شويه وجع مفاصل او حتى بدون وجع مفاصل، هيك اعراض مشتبهه، فنحن يجب الحذر. ما قادرين نميز لانه المسحات يعني غير متاحه لعموم الناس، كلنا بنعرف تاركينها للحالات الشديده مشان نثبت انه الحالات الشديده هي الفيروس كورونا مشان نعرف شو نعالج. طبعا ممكن يكون احيان اعراض فيروس كورونا اخف من اي جريب عادي، ولكن ممكن ان تتطور الاعراض بشكل تسلسلي لنوصل ل قصور تنفسي وضيق تنفس، هبوط بالاكسجين، سواء عند الكبار وعم نشوفها عند الشباب، هي اكثر شيء عند المضعفين مناعيا، يعني عند الاعمار الكبيره اللي عندها امراض مزمنه سواء ضغط، سكر، قلب، قصور كلوي، امراض ثانيه، مضعفين مناعيا بسبب اورام عم ياخذوا علاج مناعي، عم نشوف الاعراض دائما التطور للاعراض الشديده يعني. ولكن الشباب والاعمار الصغيره عم نشوف كمان ما نامع فيه من هي الاثار تبع الفيروس. اكيد، يعني دكتور مثل ما حكيت المسحات حاليا هي مانا متوفره للجميع وللعموم، يعني بظل هي الظروف اللي عم نعيش فيها، الحرب تمام. طبعا اللي على سوريا ما استثنوا منا الحرب على طبعا الامراض والاوبئه، بالعكس انشملنا، وفي صعوبه جدا بتامين الكيتات من اجل المسحات. ولكن بعض الاشخاص اللي ظهرت عندهم الاعراض، خلينا نقول كيف التعامل الطبي ضمن المنزل اضافه للحجر المنزلي؟ هل في تحاليل دم معينه ممكن الشخص يعملها يتاكد، يعني مثل ما بيقولوا زيادة تأكيد طبعا مع الاستشارة الطبية؟ تمام، هلا نحن التشخيص دائما لفيروس كورونا قائم، التشخيص الأكيد طبعا قائم على يا إما بي سي آر لمسحة أنفية بلعومية أو مسحة بلعومية. بي سي آر هي نسبة إيجابيتها 65-70%، اللي هي بتكون إيجابيتها باكرة طبعا، يعني أي ما المريض ظهر عليه أعراض أخذت له مسحة مفروض 65-70% من الحالات ممكن تكون ايجابيه تشخص لنا فيروس كورونا، انتام فيروس كورونا. التشخيص الثاني هو بعيار الاضداد، اضداد الفيروس اللي هي بدها حوالي اسبوع او اكثر شوي لحتى ترتفع. هدول تشخيص اكيد، اذا بعد اسبوع 10 ايام عملنا الاضداد طلعت ايجابيه، الاي جي ام طبعا بيكون ايجابي، ممكن يشخص لنا.
هاي الضاد هو يعني قصدك الاي جي ام هو تحليل دم؟ لا تحليل دم عيار للضاد تبع الفيروس تمام، لكن مثل ما قلت لكم هدول الاثنين للاعراض الخفيفه والمتوسطه غير متاحه الطريقتين بالتشخيص، فنحن رح نحط تسلسل للتعامل مع هدول الاعراض بالتسلسل. عموما 80% من المصابين بفيروس كورونا هن رح يطوروا اعراض خفيفه الى متوسطه تمام، 80% اعراض خفيفه الى متوسطه، سواء اعراض عامه، سواء حراره، سواء سعال، سواء اعراض هضميه تمام. هدول ممكن بالاشياء المتوسطه تصير شويه ارتشاح خفيف بالرئه بدون قصور تنفسي، بدون ضيق نفس، هدول علاجهم بالمنزل تمام. الاعراض الخفيفه ممكن ياخذوا استشاره على الهاتف، ياخذوا خافضات حراره، ياخذوا فيتامين سي، ياخذوا زنك، طبعا مو ملزمين، في اطعمه كثيره بتعوض عن الفيتامين سي والزنك والفيتامين د، عم ياخذوا اغلب العالم عم يدوروا عليه بالسوق، عم يصرفوا مبالغ كبيره، الموضوع صار عم بيغلوا الاسعار وينفقد يعني. ممكن ناخذ خافضات حراره، ممكن ناخذ سوائل، ممكن ناخذ صاد حيوي اذا شكينا بانتان جرثومي تمام. اعراض خفيفه، هي الاعراض الخفيفه المتوسطه، ممكن اذا المريض حالته شديد يعني لقينا اعراضه شوي موجهه ممكن نعمل له الشغلات اللي بتوجهنا، هي صوره الصدر الشعاعيه مشان نطمن انه ما فيها الارتشاح الشديد بالرئه، ممكن نعمل تحاليل مخبريه بسيطه اللي هي عباره عن تعداد الكريات البيض والسي ار بي ممكن يكون عالي بالهذا، طبعا هي لا بتنفي ولا بتاكد الموضوع، بس نحن بتوجهنا اذا المريض عنده اعراض لقينا السي ار بي عالي عنده ممكن يوجهنا هذا الشيء. ب 20% من الحالات ممكن المرضى يطوروا اعراض شديده، اعراض شديده ممكن هي الاعراض الشديده بنسميها هي الاعراض التنفسيه اللي ممكن تظهر على شكل ارتشاحات بالنسيج الرئوي بالساحتين تمام، ارتشاحات بمحيط الرئتين على شكل بنسميها زجاج مغشى بالطبق المحوري تمام، وهي قبل ما تطلع المسحه ممكن نشخصها عن طريق تسلسل بين الاعراض بين التحاليل المخبريه والتشخيص. اللي بيوجهنا اكثر شيء هو بالسيتي سكان للصدر تمام، سيتي سكان للصدر بيبين لنا توزع الاصابه، توزع الاصابه تبع المريض بيوجهنا لهذا الشيء. طبعا 20% من الحالات هي حالات شديده تستدعي الدخول للمشفى تمام، 15% هي حالات تستدعي القبول دعم بالاكسجين خفيف، 5% من الحالات غالبا تستدعي الدخول للعنايه المشدده، قد تستدعي دعم زائد بالاكسجين وقد تستدعي التهويه الاليه.